السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا كنعزي كامل التعازي كنقدمها لعائلة المرحومة ربيعة اللي ماتت اللي تقتلات، أنا كنقول تقتلات من هذا المنبر في ريعان شبابها. كنعزي الأخت ديالها لطيفة ونعزي الأخت ديالها عزيزة، لأنه واخا كنقولوا خا تنتمنى لهم يصبروا هذا، ولكن راه قضية جات قاصحة وصعيبة. يوم منذ شهرين هما كيتدمروا يوم بعد يوم، ما كينعسوش. دابا راه كنشتهم دابا تقريبا شهر بشتهم، كل نهار كيجيو مدمرين ما كينعسو والو. هما جاو من الجالية، هما من الجالية المغربية عبر العالم، اللي كل وحدة كتقي في الديار البلجيكية، وحدة في الديار السعودية. هاد أخواتين خلاو عائلتهم، خلاو ولادهم، خلاو رجالاتهم، قالك ما يمشوش من المغرب تناخدو حق أختنا. وفعلا اللي شفت انا الوقائع ديال هاد الميت، كانت المرحومه الله يرحمها ووسع عليها، ان لله وانا اليه راجعون. الله يفتح بالجنه ان شاء الله، وغيكون مصيرها الا الجنه. ولكن احنا خاصنا نعرفوا الحيثيات والوقائع ديال هاد الميت قبل ما نبداو الوقائع. اولا لما توصلت من طرفهم ان هاد البنت اللي المرحومه اللي تعرضت لهذا القتل العمدي اللي ما عرفوش اش الاسباب ديالو، ونوضح لكم حتى الجانب القانوني ديال هاد الملف. هاد البنت كانت واقعة في ريعان ديال الشباب ديالها، اللي كانت جالسه مع الوالده ديالها، اللي كانت هي كتراعي الوالده ديالها، ما بغاتش تخرج خارج ديال المغرب على اساس الوالده ديالها. ما دامت الوالده ديالها ماتت بحال حتى هي تحست واحد الاكتئاب خطير، ما دامت كانت كتعيش معاها، ما دامت مات تحت يديها، ما دامت هذا كان عندها اكتئاب. السيده اللي المرحومه كان عندها اكتئاب، لان اول ما دخلت عند الاخت ديالها جات تشوفها قالت لها كيضرني هنا، يعني انها عندها واحد الشيء من الاكتئاب، لان عندي شويه في هذا المجال ديال الطب، كنعرف بزاف المسائل العلميه، ماشي كنعرفوا على القانون، مكون من جميع النواحي. الاخت ديالها داتها باش دير فحوصات عاديه، يمكن على اساس داتها على الجهه، يعني كانت يمكن تعطى غير الويزا ولا الزعتر، راه يمكن تبرا ولا تعطى شي ميديكامون باش تولاجا، لان كانت باينه كانت اون ديبرسيون. هي مشات داتها لواحد طبيب كيعرفوه في مدينه برشيد، ما قاتوش الكاتبه ديالو وجاتهم قالت لهم سيروا عند واحد الطبيب مزيان، راه كاين فواحد الكلينيك الفلاني اللي هو في الدار البيضاء. مع العلم وفعلا مشاو داتها خصها على اساس اجراء فحص طبي عادي، بان اذا باش تشوف ان اختها تعطلات، ومع العلم ان ما يمكنش تدخلي كلينيك وما تخلي حتى شي بصمه، ما تعطيهمش الشيك، وكنتحدى شي واحد يمشي لكلينيك وخليه يدخل بلا ما يحط فلوس، اما مليون اما شيك ضمانه، واخا داك الشيك الضمانه اللي هو غير قانوني بالنسبه للكلينيكات اللي كيحطوا عندهم شيك ضمانه بالنسبه للمرضى، غير قانوني، ما يمكن لهمش ياخذوا شيك على سبيل الضمان. ومع ذلك كيفاش دخلوا هاد البنت بدون شيك ديال الضمانه، بدون نقود، بدون فلوس، بدون ما خلصوا ما والو، دخلوها فاذا باختها كتفاجئ بها تحط في العملي في الفحوصات. كيفاش دخلوها مع ثلاثة والخمسة ونص باقي فيها؟ اختها ما عرفتش اش كيديروا، قالت كيفاش تطلعت؟ ملي جابت الطبيب اللي هو بروفيسور في موريسكو واللي كيخدم تما في ذاك الكلينيك ديال المصحه اللي هي بريفي، هبط قال لها درت لها عمليه. كيف يعقل طبيب يدير عمليه وحده جات دير الفحوصات الاوليه؟ واش انا غنمشي عند الطبيب ندوز على اش عندي نجي يدير لي عمليه؟ هذه لا يعقل. هنا باين بان كانت شي حاجه كيديه، بان هنا جريمه اللي هي عندها جميع الاركان ديالها، لان الاخت ديالها ما قالتش يفتحوا لها، ما استشرش مع الاخت ديالها تفتح لها ولا ما يفتحوش لها. فاذا باين الاخت ديالها كتفاجئ بانها كيقول لها بانها فتحنا لها، شي كيقول لها بان عندها سرطان وصل للراس. كيفاش هذا غاسترو ولا ديال الراس ولا ديال، وكيفاش لا يعقل تجي تدير واحد العمليه اللي تقول نتج عليها بان
قال في الاخر بان ملي ماتي وقال لها حقا كان عندها ميتاستاز من الناحيه القانونيه ومن الناحيه العلميه، وبالنسبه للاطباء ممنوع عليهم منعا مطلقا يمسوا ولا يديروا عمليه بشي واحد في ميتاستاز. تعرف شي كلينيك ما غادي يقبلها، وزيدون ما عندها دايره تحليلات، هي دايره تحليلات مده قليله ما عندها حتى شي حاجه، غادا على اساس فحص طبي. فاذا بهم داروا لها عمليه، وديك العمليه هي ملي شافتها خاصها في الانعاش قالت لهم خرجوني لانني سمعت اش كيقولوا هاد الناس وراه باغيين يقتلوني، وشتي الاخلال شافت شي اخلالات اخلاقيه بيناتهم بين لي زانترميير الطاقم يدخل، لان انا كطاقم عصابه اجراميه، لان انا درت نقول لكم الطلبات اللي درت في الشكايه. اولا يدخلت نهار 18 في الشهر على اساس فحوصات ناضو كيديروا لها في العمليات. مره قالت لهم الاخت ديالها قالت لها خرجوني غادي يقتلوني، جات الاخت الثانيه ديالها من بلجيكا قالتها لها وقالت لها راه شتي اش كيديروا وراه غادي يقتلوني هنا، يعني ان قالت لهم عسقوني. ومعلم ان الاخت ديالها راه قالت للطبيب اجي، راه قالت لي اختي راه غتقتلوها، بغيت نعرف اش هي الاسباب اللي قالت لي اختي، بغيت نخرج اختي. قالوا لها لا ما تخرجيهاش، غادي نعاودو نمشيو نديرو لها فحوصات اخرى الراس وما عرفتش كيفاش. لا يعقل شي طبيب دابا باش توصل للكونسير ماشي ساهله، ما يمكنش يشخص لك طبيب واحد الكونسير، خاصك دير بيوبسي تحلي الاولى ودير سكانر ودير ليغام ودير خاص 9 شهور وانت كتقلب باش توصل اش فيك من مرض. هذا دخلها بدون فحوصات بدون 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 تحليلات بدون سميتو شي حاجه شي عنده شي سيرتيفيكا ميديكال، ما عندها والو، جاي مدخلها فتحتي ليها حيتي اش درتو ليها. فاذا بها تفاجئ اخواتها بانها راه ماتت. كيفاش ماتت؟ واش نتوما ما خدتوش كارونتي باش دخلتوها؟ ما عطاتش محال سجلته حتى في السجل ديال الطبيب، لان لا يعقل واحد ديروا له هاد العمليات كلها وما تخلصوش وما طالبوش باش تخلصوا. مع العلم ان بالنسبه لليومين الاخرين بقات هي نهار الحد والسبت لا يعقل شي كلينيك توقف الالات ديالو كلها، لان ما كانش الضو، فالضو يومين مطفي. كيفاش غادي الناس لامور غيخنازو الناس اللي مرضى غتقطع عليهم الدواء؟ هذه خروقات خطيره، خاص اي مصحه تعاقب على هذا الشيء، خاص وزير الصحه يعود يراقب المصحات اللي في المغرب باش تكون نزاهه، باش ما يبقاوش كيفصوا على الناس يقتلوا فيهم بحال هكاك. لان السيده انا كان درت في المتابعه، لان مادام هادو باقي ما عطاهمش اول امر ملي مات السيده مشات الاخت ديالها عند الشرطه، والوحده بقات تما في الكلينيك، بما انها مشات عند الشرطه دايروا قال لها غنديروا بيوبسي جاو يديروا الاخرى حيت عرفوا ما دايرين غادي يعيقوا، داروا دايرين صداع في المصحه معلوم، اختها دخلت صحيحه درتوا لها 4 عمليات كل وحده في جهه، اش درتوا لها اختها الاعضاء واش درتوا لها؟ هنا من هذا المنبر حتى ديك المنعش داك ماشي داك كاين بروفيسور اللي كاين في موريزكو بروفيسور وكيخدم في الكلينيك، وواحد اخر غيانياتور، هادو الغيانياتور مسؤول مسؤوليه تامه هو الطب والطاقم ديال لي زانفيرميير اللي كانوا تما، لانهم هما اللي قاموا بهذه العمليه، وراه كلهم غادي يجوا نبحثوا فيهم، لان مادام هي خبره قالوا لهم غنديروا لها خبره جينيه باش داوا لا مورغ باش عند الرحمك ديك المصائل داك لا مورغ ديال الرحمه. فاذا بهم حطوها في لا مورغ ديال الرحمه، حيدوها من لا مورغ ديال الرحمه، الدواء سبيطار موريزكو. علاش؟ واش ما كاينش تشريح في الرحمه؟ لان ذاك البروفيسور كاين في موريزكو، لان علاش ما خليتهاش درتي لها في الرحمه؟ فاذا بواحد الشخص اللي انا عندي 3 ملفات ديال الناس مقتولين، واحد الشخص كيتوجد ديما في التريحات، كاين واحد شي ناس انا عندي كنوب عليهم هم تعرضت للقتل، واحد اخر ام ديالها تعرضت للقتل، درجة ان من سيدي بنور جابهم حتى لهذا السيد اللي كاين ديما في السبيطار. بغيت نعرف شكون هو هذا السيد اللي كيدير هذه التشريحات، اللي مشرف على هذه التشريحات ديما كيكون اش كاين الوضعيه القانونيه ديالو، اش كيدير تما، كيكون مره في الرحمه وكيكون مره في موريزكو. انا بغيت نعرف بنغرش
هنا مادام ما تعطاتوش معاينه الى يومنا هذا. داز شهرين على القضيه، داز شهرين على القضيه وباقا ما تعطاش التشريح ديال هاد البنت هاد المرحومه، مع العلم انهم داروا المعاينه الاولى ها هي، والاستجواب بغاو التشريح ديال الاخت ديالهم، ها هي الثانيه بدون اجابه. كيفاش هاد الشيء؟ واش كاينه الفوضى في المغرب؟ فاذا بهم الحمد لله كان الله كبير وكاين الحكمه ديال الله، كما كنقولوا دائما راه ما كيحكم العبد حتى كيحكم الله. الله راه خلى ثغره باش عرفوا هاد الحقائق، هي انهم بغاو يغسلوا عطاو لهم صندوق قالوا لهم ما تمسوش لينا اختنا حنا نغسلوها. هنا فاش بانت الكارثه اللي هي كارثيه جدا، اللي واخا يكون واحد حماق غادي يفهم هذا نتيجه هاد الصور. واش كاينه شي خياطه خاص تشد ليا هادي؟ واش كاينه شي خياطه بحال هاد الشيء؟ هادي دايره خراز ولا شكون؟ داير لي اربعه العمليات من الفوق والتحت. كيفاش اربعه العمليات؟ جيت القلب وجيت الكبده وجيت الكلاوي، ما معنى هذا؟ وجمعوها في الاخر بحال جمعوها بحال هكا وخاش عمرها بالماء. ها هو النتائج، ها الصوره الثانيه. واش كاين هاد الشيء كيوقع شي واحد ولا داير عمليه؟ لاش ديروا ما عندكمش حق تمسوا حتى فيها ميتاستاز؟ ها العمليات، ها ما تعطاوهم تصطال ديال الشباكيه وما عرفت شنو، اشنو هو هذا؟ عطاو صرتهم عند واحد معين يديروا التحليلات، هما ما عارفينش حتى كنتحبوا كاينه فيهم النزاهه، شو الحماكي ولا زرق، شو هاد الشيء راه كيرثي وكيضر الضمير. انا لدرجه انني ما بقيتش كننعس من هاد الملف اللي شت، هاد الكارثيه اللي خاصنا نعيدوا النظر في هاد المنظومه ديال الصحه اللي خاصها تعود مراقبه خطره. البنت دخلت على رجليها صحيحه، ها هي صحيحه. كيفاش هادشي كارثي كارثي؟ ها ما حتى الاخر معاهم دايرين لا سيروم والدم ما يمكنش. ها هو مادام المستشفى طافي الضو يومين مطفي الضو، اش هما مصير ذوك المرضى اللي كانوا كلهم تما؟ اش هما مصير الناس الموتى شو خنزور شو وقع عليهم؟ ما عمري ما شفت انا كلينيك تطفي الضو يومين، ما عمري ما شفت طبيب تجيني تفحصي ما دارك لا تشريح لا والو، ما دارك حتى شي خبره، ما عندك حتى شي تحليله، وكيقول لك ميتاستاز. لا كانت فيها ميتاستاز راه غيزون دو بليس، راه عنده العقوبه اقصى، لان الانسان اللي كان في ميتاستاز ما عنده حق حتى واحد يمسو، واخا غتكون جيبي لي التحاليل وجيبي لي كل شيء، حتى ما صحه ما تقبلك. تم الصحة لأنك في ميتاستاز، ما عندهم ما يديروا لك. هو تدلى العمليات أربعة عاد قتلوها وعاد قال لها ميتاستاز. إذا أشنا هو هذا الشيء؟ إذا حنا ما غيمكنش نساو هذا الشيء بسهولة، ما غندوزوش هذا الشيء بالسهل، حنا غنديروا كافة الجهود ديالنا باش نعرفوا أش داروا، ضروري غنوصلوا للواقع. انا غنشوف غندير ثاني نشوف اش مسجل بعدا في السجل ديال الكلينيك، لان ما خلصوش. واش عمركم شفتوا شي كلينيك تدخل ليه وما تخلصش؟ عاف كوفيد كانوا كياخذوا عشرات المليون باش واحد يدخل الكلينيك، اش غيديروا ليه؟ يلا غيديروا ليه اش غيدير؟ اش كانوا كيديروا لهم؟ كيديروا لهم داك دولي بران هذاك الشيء بشحال كيتباع بجوج دريال، كيقولوا عشرات المليون عاد تدخلوا الكلينيك. واش هاد السيده دخلتوا عندكم شي تحليلات؟ عندكم علاش بنيتوا باش درتوا لي هاد العمليات الربعه؟ كتقولوا ميتاستاز، واش جاب دار التحليلات؟ هنا راه انا ملي طلعت على هاد الشيء وتاكدت من هاد الشيء وقيت بان هنا بان ضروري تعاقب هاد الناس كاملين، وضروري تاخذ اجراءات في حق هاد المصحه، لان انا درت تكوين عصابة إجرامية مع القتل العمد، وخرجت الفرقة الوطنية هي اللي غتخرج، لأن هي العلمية هي اللي غتعطينا أشنو داروا بهاد. حنا اضطرينا لحاجة الضرورة القصوى نقدو نخرجوها من القبر ثاني ونشوفوا ثاني نديروا خبرة عن جينية على جثة، لأن كنعتبر هاد الشيء جريمة في حق الطب، لأن ما يمكنش الطب يتمس، لأن لأن راه حياة الطبيب راه مسألة حياة أو موت، لأن الطبيب راه خاصو يعالج، خاصك تجي عنده باش يرحمك باش يعالجك، راه مش فاش تجي تدخل عنده بدا يقزرفك، ما طلبوش منه ماشي عملية، جي دير فحوصات عادية. هي كانت في الحقيقة كانت خاصة تمشي تاخذ غير شي دولي بران ولا شي واحد يعطيها لي كالمون، لأنها تكتبات من بعد الموت ديالها بخاصها عايشة بوحدها، معلوم خاصها تذكر ما ضروري غيكون عندك سي ام. وهم خواتها دابا مدمرين هادو بجوج، ملي كنشوفهم كيبان لي الدمار،
قلنا اش دارش ان بقاوش كيتيقوا في المغرب. قال كيفاش حنا وحنا معايشين؟ قال حنا تعجبنا حوايجين على نيتهم، صحاب واش كاينه النزاهه وكاينه، ولكن حنا المغرب راه دوله حق وقانون، غنديروا قانون وراه عندنا ناس نزهاء وشرفاء. راه السيد وكيل العام الملك راه قد تقدمت لي بالشكايه ديالي اللي غادي يحيل على الفرقه الوطنيه، وان شاء الله غتاخذ كل شيء مجراها، لدرجه اننا يمكن كاع لطرت امور ودارت راه يمكن نديروا قبر جينيه على الجثه مباشره، مع العلم ان هذا الشيء راه واضح وباين. غادي يدير بحث في هذا الموضوع، وخاص يتخذ كل واحد يدير جريمه في قانون، حتى واحد ما فوق القانون، كلنا سواسيه امام القانون، اللي دار شي حاجه اللي دار الدين بغا يستاهل العقوبه. والسلام عليكم.